رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جملاط بيقول أنه ما الفائدة من مقابلة الأشخاص الذين لا يتعرفون علينا؟ هيدي نقطة. لما بيقول إذا أراد أن يثبت نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا، ليس لدي مشكلة. لا، هون بصير في بدك تفتش على كلاش آخر أو على عمق آخر. أنا وضحت أقول في تميز بالمقاربة بالقائم حاليا في الجنوب والحرب مع العدو الإسرائيلي، والكلام من جانب واحد على سبيل واحد مع إغفال ربما جوانب أخرى. طيب شو معنى تفسر لي هالجملة؟ ما الفائدة من مقابلة الأشخاص الذين لا يتعرفون علينا؟ فسر، اشرح لي. أعتقد ليس من السهل تفسير وليد جملاط. لا، أحلى طريقة للهروب أنك تزدت عند وليد جملاط. وليد جملاط هو وليد جملاط، دائما يعطي الموقف بالبوصلة السليمة، أوكي، مش متراجعين عما قال، بالعكس نتمسك به، ولكن هو يوضح بعض المسائل لأنه طلع كلام وكأنه الحزب الاشتراكي دعي ولم يذهب إلى معراب أو إلى آخره وإلى آخره. بعتقد يعني عنوان اللقاء نحن مش موافقين عليه، العنوان بهالطريقة اللي عم يقارف فيها 1901 كما قلت لك دون الحديث المباشر انه اسرائيل تتحمل المسؤولية الاساسية بخروقات 1901. اسرائيل هي المعتدي. يعني مشكلتكم هو بموقف القوات اللبنانية ومن اجتمعوا بانه فلنطبق كلبنانيين 1701، وشو بدنا من اسرائيل؟ تصطفل هي والدبلوماسية والمجتمع الدولي. من عدم، هو اتى في سياق حديث سياسي مستمر منذ 27 حتى اليوم. هذا السياق بالحديث السياسي والموقف السياسي نحن لا نتقاسمه مع القوات ومع اسمنا المعارضة، طبيعي. نحن بالنسبة لنا التعاطف والتأييد والدعم والإيمان بقضية شعب فلسطين هذا جزء من تاريخنا وفكرنا وتراثنا غير خاضع للمساومة. وتميزنا مع حزب الله واللي بنحكيه بالعلن وبنحكيه معه مباشرة بموضوع السيادة وموضوع الحدود وموضوع الاستراتيجية الدفاعية، هيدا كمان ما بنخجل فيه، ولكن ليس على إيقاع الحرب والمواجهة والشهداء التي تسقط والدمار الذي يجري. يعني أنت بس تكوني مواجهة مع إسرائيل ومواجهة يومية، إحنا في حرب مع إسرائيل، إلا إذا بعض لا يرى أنه في حرب. هلأ بفهم وبحترم من يقول أنه هذه الحرب ربما المواجهة بدأ حزب الله، اوكي، وبالبعض الاخر بقول لك ورطنا لبنان. هذه وجهه نظر نحترمها، احنا براينا مؤازره الشعب الفلسطيني بهذه الازمه بهذه الاباده الجماعيه صح التعبير واجب وطني وقومي وانساني بالبدايه. فلا، نحن بهذا الموضوع اكيد في تميز، ويمكن هذا كان سبب من الاسباب انه يعني اليوم وين بيصنف حاله الحزب التقدمي الاشتراكي؟ وين موقعكم اليوم؟ الحزب الاشتراكي واضح تصنيفه، الحزب الاشتراكي مع الحزب الاشتراكي، يعني مع إرث كمال جملاط، مع القيادة الحكيمة وسط شرق غرب، مع القيادة الحكيمة لوليد جملاط الذي دائما كان وما زال يغلب المصلحة الوطنية على كل اصطفاف. طيب ممتاز، نحن خضنا وقضنا. إذن أنتم اليوم في الوسط؟ نحن في الوسط الإيجابي. شو يعني وسط إيجابي؟ الوسط الإيجابي أنه نتفاعل مع كل القوى السياسية دون التخلي عن ثوابتنا اللي ما تخلينا عنها ولا نتخلى عنها. شو يعني بدي اذكر البعض، شو هو مفهوم، لا يبدو البعض انه شو مفهوم التفاعل؟ يعني اليوم دكتور لما بيسال، لما حدا يسمع، لحظه، لما حدا يسمع في الوسط الايجابي بالطريقه اللبنانيه بتتفسر مع الواقف، مع الماشي حاله، مع اللي مرجح كفته، انه المواقف التي نتخذها واتخذها ولي جملاط ويتمسك بها تيمور جملاط احيانا ليست شعبويه، احيانا حتى بداخلنا يعني لا تكون هيك مستساغه صح التعبير، ولكن نحن نقارب هاي المسائل بثوابتنا القوميه والعربيه والفلسطينيه. بس الوسط الايجابي عندكم دائما يتلاقى مع موقف الرئيس بري؟ دائما؟ ليس دائما. ليس دائما بالامور الوطنيه الكبرى اكيد ما بدنا نعيش، ونحن بنتمسك ب هذا الدور المشترك بينه وبين رئيس بلد بحرص على البلد. نتميز بكثير ملفات، والدليل انه ولا مره انتخبنا احنا وياه لا بالانتخابات النيابيه ولا بالانتخابات الرئاسيه هالمره. اذا الوسط الايجابي يعني منكم مع المعارضه،
مع هلأ هيدي التجمع المعارضة يلي صاير ما يسمى بالمعارضة اليوم، ومنكون مع الطرف. يا ست سمر، يبدو البعض نسي أنه قائد 14 أذار كان وليد جنبلاط، مؤسس 14 أذار وليد جنبلاط، من أخرج السوري من لبنان وليد جنبلاط، مع احترامي لقلهم كلهم سوا. من خرج فإذا مع احترامي هلا هن بيعتبروا أنه وليد جنبلاط خرج من هذا، ايه هن بيعتبروا هلا أنه وليد جنبلاط ذهب إلى حزب الله. نحن ذهبنا إلى حزب الله علنا بنقاش مفتوح على كل المسائل، من التسوية الرئاسية طلبناها من أول يوم، هيدي الحياد الإيجابي بالدور الإيجابي اللي عمله وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي، واستمرينا حتى من ثلاث ايام اجتماع مع حزب الله. شو عملوا كان عنه بالتفصيل النزوح السوري؟ شو عم نقول نحن؟ عنه بالتفصيل، بس شو عم نقول لحزب الله؟ عم نقول لحزب الله انت بدك يكون كمان عندك حرص على المصلحه الوطنيه بهذا الجو القائم الذي ربما يتفلت الى ما لا يحبط عقباه، وانت مطلوب منك ايضا ونتساعد نحن وياك ان تساهم بما انك حليف لسوريا بهالملف. بس هذا الحياد لما الإيجابي. بتقول نعم ذهبنا الى حزب الله، انه هن عم يتهمكم انه ذهبتوا الى حزب الله، الزيارة كانت خرجتم من المعارضه ذهبتم الى حزب الله، بطلتوا وسط الزياره كانت عندنا بكليبونسو.